التجهيز والنقل صباح أمس في مدينة العيون على تنصيب المجلس الجهوي لولاية الحوض الغربي برئاسة السيد ختار ولي الشيخ أحمد. وقد انتخب أعضاء المجلس الجهوي خلال هذا الحفل خمسة نواب لرئيس المجلس. تابعوا التفاصيل في سياق هذا التقرير. خصص هذا الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الحوض الغربي وترأسه وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله والوداعة لتنصيب المجلس الجهوي للولاية، وذلك بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية وممثلين عن وزارة الداخلية واللامركزية. الاجتماع استهل بدعوة أعضاء المجلس للتصويت لاختيار نواب الرئيس الخمسة، يتم بعد ذلك تنصيب رئيس المجلس ونوابه من قبل وزير التجهيز والنقل. بادئ ذي بدء اسمحوا لي أن أتوجه إليكم بأحر التهاني على كسبكم ثقة الناخبين في الدائرة التي تمثلونها، وهو كما تعلمون التشريف قبل ما هو تكليف، تتحملون بموجبه مسؤولية جسيمة اتجاه الله والوطن والضمير. أذكركم سيد رئيس وأعضاء المجلس الجهوي بأنكم منحتم فرصة تاريخية لا تعوض من أجل الإسهام في تكريس اللامركزية والحكامة المحلية، ذلك أن الدولة تعلق آمالا كبيرة على الجهات باعتبارها ستصبح إطارا مرجعيا للمبادرات المحلية وبوتقة للتنمية الإقليمية، مما سيكون له الأثر الإيجابي بحول الله في تحسين الظروف المعيشية للسكان. والي ولاية الحوض الغربي السيد محمد المحمد الأمين والبلعمش أن في كلمته بالمناسبة المجلس على الثقة التي منحوه سكان ولاية الحوض الغربي، داعيا إياهم إلى العمل في فريق واحد من أجل تنمية الولاية. وأكد السيد الوالي استعداده للتعامل مع المجلس من أجل تحقيق التكامل والتعاون خدمة للولاية. أما رئيس المجلس الجهوي لولاية الحوض الغربي فقد عبر عن أهمية اللحظة. أنا شاكركم جميعا وهنئكم على الثقة اللي أعطانا شعبنا وأخوتنا وهن في الولاية. ولاية متاحة لكل حد، ما متاح لكل حد على أنه تنعطاله ذي الثقة وتختاره هالولايته ليعود مشرف على همها العام ومشرف على مستقبلها ومشرف على تنميتها. معناها أن هذا فضل كبير ويلا نقدره ونعطوه حق تقديره ويلا نعرفه على أنه مدينين لهن في ذي الولاية. هذا وشرت عملية تنصيب رئيس المجلس واختيار نوابه بحضور جميع أعضاء المجلس المنتخبين. حمد البديدي، العيون، قناة الموريتانية.